السلام عليكم. اذا نكمل معكم لي زيكزارسيس كونسيرنون الدرس ديال ترانسفورماسيون رابيد اي ترانسفورماسيون لونت بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا. اذا وصلت معكم لي زيكزارسيس نيميرو 6. اذا على بركه الله اون كونسيدير لوكسيداسيون لونت دو لاسيد اوكساليك H2C2O4 بار لي زيون بيرمانغانات MnO4 موان ا تي ايغال ا 0 اون ميلونج ان فوليم V0 ايغال ا 25 مللتر دين سوليسيون دو بيرمانغانات دو بوتاسيون دو كونسونتراسيون C0 ايغال 0.01 litre moins 1 et un volume V est égal à 20 ml de l'acide oxalique de concentration C est égal à 0.1 mol litre moins 1. On ajoute V est égal à 5 ml d'acide sulfurique pour acidifier la solution. يعني la قرينا تلاقم لنا بأن l'acide sulfurique راه فقط استعملنا pour acidifier la solution. Donc يعني la réaction كتكون ما بين H2CO2O4 وما بين MnO4 moins. Les deux couples mis en jeu sont MnO4 moins Mn de plus CO2 H2CO2 O4. يعني هذا كيتسمى oxydant, هذا réducteur, هذا oxydant, هذا réducteur. كنعرفوا oxydant دائما gagne des électrons, بالنسبة للréducteur دائما perd des électrons. دائما l'oxydant كتوقع عليه réduction ou le réducteur كتوقع عليه l'oxydation. Écrire les demi-équations électroniques relatives aux deux couples correspondants et déduire l'équation de la réaction binôme entre les ions permanganate et l'acide oxalique. Donc, ممكن هنا نقدروا نقولوا écrire, déduire l'équation de la réaction entre les réactifs. بلا ما نحدد لك بيرمانغانات ولاسيد اوكساليك تقدر تعرفهم انطلاقا من لي دوني. الا قرينا من هنا اون كونسيدير لوكسيداسيون لونت يعني لونت يعني اون بو سويفر ليفوليسيون ديال لا رياكسيون بار لوني ما بين H2CO2 و MnO4 دونك هادو هما لي رياكتيف. دونك كنديرو اوكسيداسيون دونك اللي كتوقع عليه لوكسيداسيون اوكسيداسيون هي بيرت دي زيلكترون يعني اللي كتوقع عليه لوكسيداسيون هو لو ريدكتور يعني لو ريدكتور ديال هاد الكوبل غيتفاعل دائما مع لوكسيدون ديال الكوبل الثاني. دونك هذا راه اوتوماتيكمون غيكون ايتان اوكسيدون يعني غيكون هذا اوكسيدون وهذا ريدكتور دونك غتكون بيناتهم هنايا. من بعد غيعطوني ام ان او دو بليس و سي او دو. دونك هادشي اللي غنشوفو. دونك نبداو اول حاجه بالنسبه لا دومي ايكواسيون. عرفنا دابا لي رياكتيف هو ام ان او 4 موا و اش 2 سي او 2 نكتبو هما الاولين. دونك عندنا بور لو كوبل الاولى دونك MnO4 هذا سيتان اوكسيدون دونك هنا نخلي واحد البليصه لانه كاب دي زيلكترون. دونك هنا عندنا Mn دو بليس هذا سيتان ريدكتور. اول حاجه كنقادو ليليمون كيميك كو لوكسيجين اي الهيدروجين يعني لوكسيجين والهيدروجين كنخليهم هما الاخرين. Mn عندي وحده هنا عندي Mn وحده مزيان. من بعد ندوز لوكسيجين كان بور اجيستي لوكسيجين اون اجوت موليكيل دو كنزيدو دائما الماء. دونك عندي 4 او دونك خصني نزيد هنا 4 اش 2 او باش تولي هنايا 4 او. ها هي عندي. دونك باش بور ايكيليبري الهيدروجين كنزيدو اش بليس. دونك هنا راه الميليو اسيد. دونك هنا بور اش بليس دونك هنا نزيد هنا 4 في 2 8 دونك نزيد هنا 8 اش بليس. بقاو لي دابا لي زيلكترون. دونك باش كنقاد لي شارت كنزيد لي زيلكترون. دونك تقدر ديرها مباشره. دونك هنا عندك ناقص هنا عندك زائد 8 زائد دونك بقاو ليك هنا 7 زائد 7 زائد. ولكن هنا عندي جوج زائد اذا هنا خص يكون جوج زائد هنا خص يكون دو شارج بوزيتيف بحال بحال. دونك هنا قلنا 7 اذا باش يبقاو عندي جوج خصني نزيد هنا 5 الكترون. دونك 5 الكترون باش تعطي 5 شارج نيجاتيف مع 7 شارج بوزيتيف غيبقاو ليا دو شارج بوزيتيف. اولا ديرها الطريقه اللي مولف كنديرها في التمارين. دونك عندك ناقص واحد ها هي زائد 8 بليس ها هي زائد 8 زائد 8 بليس عدير بلاص 5 دير ان دونك تعطيك ناقص ان هاد ناقص جتا من هنا ناقص ايتيغا خاصها تساوي لينا 2 ودير ايكواسيون تلقى ان انطلاقا من هنا دونك ناقص ان دونك تعطيك هنايا 2 ها هي 2 8 موان 1 راه هي 7 دوزها لي تولي موان 7 وتولي لنا 2 موان 7 اللي هي موان 5 ناقص ان كتساوي موان 5 يعني تعطينا ان ايتيغا 5 هادشي اللي درنا هنا. ندوزو للكوبل الثاني. دونك غنبدا ب غتعرف لا رياكسيون كتكون ما بين ام ان او 4 موان وما بين اش اش دونك غنبدا بهذا هو الاول. دونك غندير هنايا بوغ لو كوبل دونك غنبدا بالغيديكتور هو الاول. طب طبعا تحل لي زيلكترون غيكونوا في الجهه الاخرى. دونك نكمل لوكسيدون غيكون هنا سي او 2 سي او 2. دونك اول حاجه نقاد لي زاتون يعني لي زيليمون كيميك كو لوكسيجين اي الهيدروجين. هنا عندي الكربون دونك عندي دو زاتون دو كربون هنا عندي وحده دونك هنا خصني ندير هنا 2. دونك من بعد كندوز لوكسيجين بوغ ايكيليبر لوكسيجين شنو كنضيف كنضيف اش 2 او. دونك انا عندي هنايا
الاكسجين هنا عندي 4، ها هما 4، حتى هنا عندي 2 في 2 4 مقادين. دابا ندوز للهيدروجين، الهيدروجين باش كنقادو لك الميليو اسيد كنضيف كنضيف اش بليس. دونك انا عندي هنا 2، دونك غندير هنا بليس 2 اش بليس. بالنسبه لي شارج، دونك لاحظ معايا هنا عندي ساهله، دونك هنا عندي 0 شارج وهنا عندي 2 شارج بوزيتيف. دونك حتى هنا خصها تكون عندي 0، دونك هنا خصني نزيد 2 شارج نيجاتيف، دونك 2 الكترون 2 ناقص، دونك 2 ناقص مع 2 زائد يعطيك 0. دونك من بعد غنكملوا ليكواسيون بيلون، ديدوغ ليكواسيون بيلون. دونك باش تكتب ليكواسيون بيلون نجمعهم. دونك هنا عندي لي الكترون ما خصوش يبقاو عندي، دونك 5 الكترون هنا 2 الكترون. دائما القاعده كتقول لي ان باش دير غنضرب هنايا، غنضربوا هنايا تو ليكواسيون في 2، هاد 2 اللي كاين هنايا، وليكواسيون الثانيه غنضربها في هاد 5 هنا. يعني العدد اللي كان هنا كنضربو هنا والعدد اللي هنا كنضربو في هاد ليكواسيون الاخرى، باش تولي عندي 2 في 5 10 و 5 في 2 10 هما مشاو ليا الزيلكترون. دونك اول حاجه عندنا هنا 2، لان 2 فوا ام ان او 4 هي 2 بلس. من بعد اسيدي غندير لغاية هادي غتولي 5 اش 2 او، دونك تعطي 5 اش 2 سي او 2 او 4 هي هادي. من بعد نرجع لاش بلس، لاحظ معايا هنا عندي 2 فوا 8 2 في 8 راه 16 اش بليس اقل معايا، ولكن حتى هنا عندي 5 في 2 10، يعني هنا عندي 16 اش بليس وهنا عندي دي اش بليس، يعني هنا عندي 10 هنا 16 وهنا 10. دونك هنا خاصني نحيد هاد 10 من هنا، دونك لحيدت 10 يبقاو لي هنا 6، دونك في هاد الحاله يبقاو لي غير 6 اش بليس. ولا كتبهم هنا تولي هنا 16 وهنا 10، طبيعة الحال تحيد 10 من هنا يبقاو لك 6 حتى حيدتها من هنا. دونك من بعد غنكمل ام ان، دونك تولي 2 ام ان 2 بليس بليس. من بعد غندير الاش الثاني عندي 2 فوا 5 اللي هي 10، الاخرى تولي 2 فوا 4 اللي هي بليس 8 اش 2 او 2. دونك هذه هي ليكواسيون. بالنسبه لاش بليس راه مشات، راه قلنا هنا كانوا عندنا 16 وهنا كانوا عندي 10، تحيد 10 من هنايا يبقاو لك هنايا 6. بالنسبه للزيلكترون تاهما مشات، 5 في 2 10، 5 في 2 10، فالطرف تختزل عليهم مشاو. دونك هذه هي ليكواسيون بيلون اونتخ ليون بيرمانغانات لي زيون بيرمان اي لاسيد اوكساليك. De déterminer les quantités de matière de réactif mises en présence à l'état initial. Donc, on va faire N, yani la quantité de matière à l'état initial. Donc, je vais les données. On a le volume, on a C. On a la relation mabin. كنعرف ان كتساوي سي فوا في. دونك اول حاجه عندي كالكيلو لي كونتي دو ماتيغ انيسيال، يعني البدئيه ديال لي رياكتيف، يعني ام ان او 4 موان و اش 2 سي او 2، هما لي رياكتيف. دونك غنكتب الاولى. بالنسبه لان ان او 4 موان هي شنو هي لا كونتي دو ماتيغ ديال لا سوليسيون دو بيرمانغانات دو بوتاسيوم، كتكتب بحال هكا ام ان او 4، هذه زدت عليك باش تعرف كيفاش كنلقاها. حيت لا درتي كتكون لا رياكسيون توتال، كتاخذ بيرمانغانات دو بوتاسيوم كيكون واحد الجسم اللي هو صلب كتذوبو في لو دي ستيلي الماء كيعطيك واحد لا سوليسيون، هذاك لا سوليسيون في دي زيون كتلقى فيه كاش كا بليس وكتلقى فيه ام ان او 4 موان. بمعنى لا رياكسيون كتكون توتال في هذه الحاله كتكون كا بليس لا كونتي دو ماتيغ ديال كا ديال ام ان او 4 موان هي نفسها لا كونتي دو ماتيغ ديال كا ام ان او 4. هادشي تشرح في ترون كوما في الاولى باكالوريا. دونك اوتوماتيكمون غادير هنايا حيت هادي لا كونتي دو ماتيغ هي سي زيرو، يعني التركيز ديال لا كونسونتراسيون ديال لا سوليسيون دو بيرمانغانات فوا لو فوليم ديال اللي استعملناه ديال لو فوليم، دونك هو 25 اللي عندنا هو في زيرو. ندير الكالكيت، دونك هنا عندي الابليكاسيون نيميريك 0.01 فوا في زيرو اللي هي 25، هنا غنحولها لليتر حيت بالنسبه للكونسونتراسيون حيت انا عندي هنا بالليتر الليتر، دونك هنا خاصها تكون هنا نحولها لليتر باش نختازلو عليها، غتولي هنا ليتر موان زان هنا فوا ليتر باش تختازلوها باش تبقى ليا مول. دونك هادشي اش ضربت 10 اس ناقص 3 باش نحولها لليتر. دونك الا حسبتي هادي غتلقاها 2.5 فوا 10 بوسونس موان 4 مول. اذا بالنسبه للاخرى ان اي اش 2 سي او 2 هو الاوكساليك، هو نفسه، اذا هو لاسيد اوكساليك هات لا كونسونطراسيون ديالو، ها لو فوليم ديالو هو هذا هو في 1. دونك غندير سي 1 فوا في 1 ايتيغال، ونعوض التركيز ديالو هو 0.1، الفوليم ديال لاسيد اوكساليك هو 20، يعني هنا نضرب في 10 ناقص 3 باش نحولها لليتر، دونك ايتيغال تولي 2 فوا 10 على بوسونس موان 3 مول. هنا ما نزيدش انا حيت هنا ديال لي رياكتيف، حيت ما نزيدش هنا لاسيد سيلفيريك، حنا استعملناه بوغ اسيديفي لا سوليسيون باش يكون هذاك لا سوليسيون اللي يكون اسيد، لان لو ميليو اسيد هادشي جبدنا في ليكواسيون زدنا اش اش بليس.
3 ديتيرمينو لو رياكتيف ليميتون. دائما باش نحدد لي رياكتيف ليميتون يعني شكون هو اللي غيوقف لي لا رياكسيون، واش ام ان او 4 موا او بيان اش 2 سي او 2 او 4. دونك هنا نستعمل لو طابلو دافونسومون، كي راك عرفتي كيفاش ديرو الطابلو خصك تعرف دريسي يعني تعرف ترسمو. اذا دائما كدير لي كواسيون هنايا، كدير لي طاسي سيستيم، كدير ايطا انيسيال، ايطا انترميديير او بيان ايطا دو ترانسفورماسيون، وهنا ايطا فينال، وكدير هنا لافونسومون ولي كونتيتي كيكون اون مول. هنا كنكتبو ليكواسيون ديالنا، ليكواسيون اللي حنا لقيناها هي هذه، هذه ليكواسيون دو لا رياكسيون. من بعد سيدي في الاول اليطا انيسيال يعني اتيكال زيرو، مازال ما تحول عندي حتى حاجه، ما تكونات عندي حتى حاجه وما تحولت حتى حاجه، دونك لافونسومون اكس كتساوي زيرو. من بعد سيدي هنا كنديرو لي كونتيتي انيسيال، يعني لا كونتيتي انيسيال راه حنا حسبناهم، دونك غنكتب يعني هادو اللي عندي اللي حنا حسبناهم، ها هي الاولى وها الثاني ديال ام ان او 4 موا ديال هاد ديال اش 2 يعني لاسيد اوكساليك. دونك هادشي اللي غندير، دونك نعاود نكتبهم هنا ونعاود نكتبهم هنا. اذا هنا بما انه لاسيد اش بليس راه اونيكسي يعني بوافير، هذا ما كاين موجود هذا بزاف وافير، دونك عندي هنا اونيكسي لان راه قلنا زدنا السلفيغي باش يكون هذاك لو ميليو يكون عندي اسيد. دونك من بعد سيدي مازال ما تحولات عندي حتى حاجه، دونك مازال ما تكونش ليا عندي ام ان دو بليس، حيت ام ان 4 خاصها تحول ام ان دو بليس، دونك مازال ما تكون عندي حتى حاجه، دونك عندي زيرو زيرو، دونك اش 2 غيكون اونيكسي. هذه الاولى. من بعد ايطا انترميديير هنا تحول لي شي حاجه، تكون يعني ام ان 4 موا تبقى فيه شي حاجه ولكن عاد تحول شي حاجه لام ان دو بليس، يعني تحول واحد اكس. دونك هذا هو اكس اللي غيتحول. دونك هنا عندي هنا دو كما العاده كيف كدير، كدير هنايا دو فوا 10 بوسونس موان 4 غتنقص منها اش، غتنقص منها دو فوا اكس حيت تكونات لي واحد اكس، دونك هنا ناقص 2 اكس. نفس الطريقه غدير هنا دو فوا 10 بوسونس موان 3 غتنقص منها 5 اكس، دونك هادشي اللي غدير. وهنا عندي اون اكسي، دونك هنا غتكون ليا واحد 2 اكس، دونك هنا غتولي 2، ها هي 2 كدير هنا اكس لان تحولت واحد اكس، دونك 10 غتولي هنا 10 فوا اكس، وهنا غتكون اون اكسي. اي اطا فينال بلاس اكس كنديرو اكس ماكس، اذا هادشي راه كتعرف لي، دونك غنكتب بلاس طاقه بلاس اكس غندير اكس ماكس فقط، اذا ما ندير حتى حاجه، 5 اكس ماكس اون اكس 2 اكس ماكس 10 اكس ماكس دونك اون اكس. دونك حنا رسمنا الطابلو دافونسمون ولكن مازال ما جاوبناش على السؤال. دونك هنا فين هو لو رياكتيف ليميتا، واش ام ان او 4 موا ولا لاسيد اوكساليك يعني اش 2 سي 2 او 4. دونك هنا غنديرو دو دي زوبوزيت اوبوتيز يعني جوج فرضيات، اون سي بوز في الاول كو ام ان او 4 موا هو لو رياكتيف ليميتا يعني هو المتفاعل الوحيد هو اللي وقف ليا لا رياكسيون، يعني في هذه الحاله ما يبقى فيه حتى حاجه، يعني اليطا فينال هذه كتساوي زيرو. دونك في هذه الحاله يعني لا كونتيتي اليطا هذه راه قلنا كيكونوا بلي كونتيتي دو ماتيير يعني ان، يعني لا كونتيتي فينال دو ام ان او 4 موا دونك على زيرو، ما بقات لي حتى حاجه. دونك في هذه الحاله نعوض هذه، هي هذه 2 10 بوسونس موان 4 موان 2 اكس ماكس ايتيغال زيرو، نسمى اكس ماكس 1. دونك في هذه الحاله انطلاقا من هنا تولي دوزها لهنا تولي 2 اكس ماكس، ومن بعد تعطيك هذا العدد 2.5 غتقسمها على 2، دونك غتعطي هنا 2، دوز هذه لهي وغتعطيك هذه، دير الكالكيل ديالك غتلقاها 1.25 10 بوسونس موان 4 مول. نفس الطريقة غنفترضوا بأن هذا هو لو رياكتيف ليميتون، دونك في هذه الحالة لا كونتيتي أليطا فينال كتساوي زيرو، يعني ما بقى عندي حتى حاجة، يعني ما بقى عندي يعني وقفات لا رياكسيون، في هذه الحالة يعني أن هذه كتساوي زيرو، دونك 2 دي صرا بوسونس موان 3 موان 5 دي صرا بوسونس، هنا 5 فوا إكس ماكس 2 نسمى مثلا إكس ماكس 2، دونك نفس الطريقة غدوز ناقص إكس ماكس والطرف الآخر غتولي إكس ماكس 2 كتساوي 2 فوا دي صرا بوسونس موان 3 ديفيزي بار 5 ودير الكالكيل ديالك وتلقاها 4 في 10 بوسونس موان 4 مول. دونك هنايا شنو كيبان ليا بان اكس ماكس 1 لاحظ معايا كتساوي هذا العدد وهذا كتساوي 4 في 10 ناقص 4 شكون الكبيره، دونك هي اكس ماكس 2 يعني اكس ماكس 1 راه صغر من اكس ماكس 2. في هذه الحاله لافونسومون ماكسيمال راه غيكون هو الصغير، يعني هو الصغير شكون هو، هو هذه هي 1.25 في 10 ناقص 4 يعني ديال من هذه ديال ام ان او 4 موا، يعني ان ام ان او 4 موا هو لو رياكتيف ليميتون، دونك لو رياكتيف ليميتون اي ام ان او 4 موا. 4 déterminer la concentration des ions manganèse à la fin de la réaction. Donc la concentration ديال MnO4- يعني à la fin de la réaction. يعني à la fin de la réaction راه تكونت واحد la quantité de matière هي 2 x max. ولكن بغيت نحسب انا التركيز وراه عندي واحد la relation ما بين la concentration وما بين la quantité de matière. دونك ها الطابلو غنحطو هنا في هاد البليصه ونخدم عليه. دونك كنعرفو بان لا كونسونطراسيون ايفيكتيف ديال واحد ليون كاش كتساوي
لا كونتيتي دو ماتيير ديما فينال اللي درت اف يعني على طاف فينال حيت على حسب لا رياكسيون على فان دو لا رياكسيون دونك كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير على لو فولي يعني عندي هنا لو فولي فينال دونك انت رقم هنا بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير على طاف فينال هي هذه هي دوزي اكس ماكس ديال من ديال ام ان يعني اليوم مانغانيز هو هذا اليوم مانغانيز هو ام ان دو بليس دونك هنا عندي لو دو اكس ماكس بالنسبه لو فولي فينال انا نشرح لك هذه من جهه دونك في لو فولي فينال شنو درنا حنا خلطنا اون ميلونجي اش ان فولين في زيرو ها في زيرو مع من ديال السوليسيون دو بيرمانغانات مع من مع في ان ديال من ديال لاسيد اوكساليك ديال لاسيد لوكساليك ولكن زدنا واحد لو فولين في شنو فولين في ديال لاسيد سيلفريك قلنا بوغ اسيديفي لا سوليسيون يعني لو فوليم فينال اللي عندي انا هو في زيرو زيد في ان وزيد في دونك هادشي اللي درتهم انا هنا ودابا عندي لابليكاسيون نوميريك ورد بال الوحدات بالنسبه لاكس ماكس راه حنا فايتنا بيناها بان هي 1.25 في 10 اس ناقص 4 دابخي لا كيسيون 3 دونك عندي لابليكاسيون نوميريك غنعوض هنا تولي 2 اكس ماكس عوضتها هنا هي هذه اللي عوضتها هنا بالنسبه لو فوليم 25 ها هي 25 زائد 20 زائد 5 هي هذه اللي عندنا غير هادو بالمليليتر خصني نحولهم اش خصني نحولهم ليتر غنضرب 10 اس ناقص 3 وغنلقى لا كونسونتراسيون باش نلقى مول باغ ليتر دونك تولي مول ليتر موانز هي 5 فوا 10 بوسونس موان 3 مول ليتر موانز 5 les ions permanganates NNO4- en solution sont de couleur violette. كنعرفوا بان ليون لا سوليسيون ديال بيرمانغانات كيكون لون ديالو بوتاسيوم كيكون لون ديالو بنفسجي علاش بنفسجي لان فيه دي زيون ام ان او 4 موا يعني هادو هما اللي كيلونون لنا هذاك لا سوليسيون بلون فيوليت لاسيد اوكساليك اي زيون مانغانيز يعني لوكساليك هي اش 2 سي 2 او 4 اذا المانغانيز يا ام ان هما هادو باش تعرف شنو كندير هنايا هو هادو اس ام ان دو بليس و اش 2 سي 2 او 4 هادو ما عندهمش اللون دونك هنا سون ان كولور فواحد لا سوليسيون كومون بو تون ميتر اون ايفيدونس ليفوليسيون دو لا رياكسيون كيفاش نقدر نتبع ليفوليسيون باش تبان ليا حنا راه قرينا في اول البديه قلنا لوكسيداسيون ديال لاسيد اوكساليك كتكون واحد لوكسيداسيون كتكون لونت يعني بطيئه يعني ممكن تتبعوا ليفوليسيون بار لوني اشنو نلاحظوا بان ام ان او 4 ما كيكون بنفسجي وغادي وكينقص هذاك لا كولور كيكون بروغريسي يعني تدريجي شي واحد اللحظه يختفي يعني ان ام ان او 4 من بعد شنو غيتحولوا نديروا لا رياكسيون اول حاجه لا رياكسيون من بعد سيدي هاد اللون ديالو بنفسجي غيختفي لان لا رياكسيون لونت بطيئه تقدر تتبع بالعين المجرده يعني ام ان 4 يبقى يفقد هذاك اللون ديالو البنفسجي ديسباريسيون بروغريسيف من بعد غيتحول لام ان دو بليس ومن بعد غيختفي بكامله عيبي لي بان ام ان او 4 موا راه انتهى ما بقاش عندي يعني يعني توتالمون كونسومي دونك هكا نقدر نتبع دونك لا رياكسيون اونتر لي زيون بيرمانغانات ام ان او 4 موا اي ترانسفورماسيون لونت يعني بطيئه سيتادير اون بو سويفر باغ لوني او كور دو سيت رياكسيون خلال هاد لا رياكسيون اون اوبسيرف لا ديسباريسيون بروغريسيف يعني اختفاء تدريجي دو لا كولور فيوليت يعني اللون البنفسجي هذاك البنفسجي اللي كيميز اش كيميز لي زيون بيرمانغانات ام ان او 4 موا سو كي مونتر كو لي زيون ان ام ان 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 كيتحول اش سون ترانسفورمي les ions NO4- sont transformés en ions manganèse Mn2+. ومن بعد الى ديسباريسيون توتال دو لا كولور فيوليت من يختفي كامل هذاك اللون البنفسجي كيعني مونتر كو بيان كيبين ان لي زيون مانغانات راه سون توتالمون ترانسفورمي حيت هو لو رياكتيف ليميتون غيختفي كامل يعني راه تحولوا لام ان دو بليس اذا هذه الطريقه كيفاش نتبعوا ليفوليسيون ديال هاد لا رياكسيون اذا غنستعملوا لا كولور فيوليت ديال ام ان او 4 موان Exercice numéro 7, donc à d'avoir les données diallo. On réalise l'oxydation des ions iodure M- par les ions peroxyde du sulfate S2O8 de moins. Donc on a les données qui bénéficient de l'oxydation des M-. Je crois qu'il y a l'oxydation. Ou le réducteur. D'ailleurs, l'oxydation, c'est le réducteur. Le réducteur, il perd des électrons. Donc on a fait un réducteur. Donc c'est un oxydant. Le couple mis en jeu, donc on a fait écrire l'équation de cette réaction. Yani, la réaction est une mébine M-. Donc c'est un réducteur. On a fait l'oxydation. اول حاجه نبداو بالاولى بالكوب الاولى دونك عندنا دابيل ام 1 ريداكتور دونك غنكتب ديما الرياكت نبدا بالرياكتيف الاول كنت غنكتب ليكواسيون دو لا ري دونك لا دومي ايكواسيون الاولى
اذا هذا هو لو ريداكتور، هذا هو لوكسيدون. هنا غيكون لي زيلكترون، دونك غنقاد لي زيليمون شيميك. دونك هنا عندي دو يود، دو زاتوم دو يود. دونك هنا في هذه الحاله عندي دو اي، دونك هنا خصني ندير هنا دو. دونك هنا عندي دو شارج نيجاتيف، دونك هنا نزيد هنا بليس دو شارج نيجاتيف باش تكون هنا دو شارج دو شارج. بالنسبه للكوب الثانيه دونك غنكتب لوكسيدون هو هذا اس 2 S2O8 دو موان. هنا غنكتب لو ريداكتور، دونك هنا غيكون دي زيلكترون. قادو بعدا لو سوفخ هو اللول، هنا عندي دو زاتوم دو سوفخ، هنا عندي وحده، دونك هنا خصني ندير هنا دو. من بعد كندوز لوكسيجين، دونك نشوف دابا لوكسيجين هنا عندي 8 وهنا عندي 2 فوا 4 8، دونك مقادين. دونك نشوف دابا لي شارج، دونك هنا 2 شارج نيجاتيف، هنا عندي 2 فوا 2 يعني 4، دونك هنا خاصني واحد 2 شارج اخرين، دونك عندي 2 شارج نيجاتيف باش تولي 2 شارج نيجاتيف مع 2 شارج هي 4 و 2 فوا 2 هي 4. دونك هادي ليكواسيون. من بعد سيدي نكتب ليكواسيون دو سيت رياكسيون. دونك هنا عندي 2، هنا 2 يعني نجمعهم عادي، نختزل على هادي بحال كنضرب هادي في ا وهادي في ا، دونك تولي 2 اي plus S2O8 de moins plus donc électron a اختزل عليهم اللي مشاو، دونك غندوز الطرف الثاني دونك عطي E2 وغنزيدها مع 2SO4 de moins. Donc de afin d'étudier les facteurs influents sur la durée de cette transformation on réalise les quatre expériences suivantes. Donc هذه هي la dernière partie ديال الدرس. دونك هنا عندنا ليكسبيريونس 1، دونك عندنا لي رياكتيف راهما هادو E- S2 O8 دو موان، هادو هما لي رياكتيف، هادو هما لي كونسونطراسيون ديالهم. دونك هنا عندنا حيت مول باغ ليتر، وهنا لا تمبيراتور، دونك نديرو اكسبيريونس 1 و 2 و 3 و 4. باغ تيتراج نقدرو نديرو مثلا الدوزاج، دونك اون ديتيرمين لا كونسونطراسيون اون ديود يعني اي 2، كان هي اي 2 اللي لقيناها في لا في لي برودوي. حنا غنكتب لكم لا رياكسيون اباري لور دو دو شاك اكسبيريونس او ميم انستون تي تيغال 20 مينيت. دونك هنا لا لي ريزيلتا اوبتوني سون دوني دون لو طابلو سي دو سو. دونك هاد اي 2 هي اللي لقيناها هنا، ها هي اي 2 هي هادي. دونك بالنسبه ليكسبيريونس 1 ها هما اللي استعملنا هما هادو، لقينا 1 مول ليتر موان زان، 2 لقينا 3.5، وبالنسبه ليكسبيريونس 3 لقينا 2.2 مول ليتر موان زان، وبالنسبه ليكسبيريونس 4 هي هادي، دونك لقينا 8 مول بار ليتر. دونك 2-1، كيل فاكتور سينيتيك كي اكسبليك لي ريزيلتا ديكسبيريونس 1 و 2 دين بار 3 و 4 دين دوتر بار، كيل سون افي. حنا كنعرفو لو فاكتور سينيتيك هو واحد واحد الحاجه اللي كتقدر تغير لينا يعني موديفي لا فيتيس ديال يعني ديال لا ترانسفورماسيون شيميك، يعني تقدر تبطئها غالونتي ولا تقدر تسرعها يعني اكسيليغي لا رياكسيون. دونك هادشي اللي غنهضروا عليه دابا. دونك اول حاجه ليكواسيون اللي غنخدم بها هي هادي. دونك في هذه الحاله غنحاول نرسم لك لي طابلو هنا غير غنستعملهم فقط. دونك غناخذوا ليكسبيريونس 1 و 2، هاي ليكسبيريونس 1 و 2 هما هاد الجوج اللي عندي. دونك ليكسبيريونس 1 عندي سيدي هنا 1 لقينا 1 مول، ها اللي استعملنا، 2 لقينا 3.5 ديال اي 2 اللي تكونات عندي هنا، دونك كاين واحد الاختلاف من هنا، دونك اشنو السبب اللي يخلي الاختلاف؟ دونك نرجعوا مثلا ليكسبيريونس 1، دونك لاحظنا هنا ليكسبيريونس 1 وليكسبيريونس 2، ها ليكسبيريونس 1 و 2 اشنو كنلاحظوا؟ ان عندهم ميم تمبيراتيف 20 دوغري سيلسيوس هنا 20، دونك اللي غير اللي خلى ان هاد الاي 2 يكونوا مختلفين يعني لا كونسونطراسيون ديال الاي 2 كيكون مختلف هو راجع لماذا؟ راجع لهاد لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتي ديال اي موان و اي 2. هنا عندي 2 10 على بوسونس موان 2، هنا 10، هنا عندي 10 على بوسونس موان 2، هنا عندي 2 10 على بوسونس موان 2، هنا عندي ولات عندي 4 10 على بوسونس موان 2، يعني هنا لا كونسونطراسيون في اكسبيريونس 2 حاوزت فيهم، يعني هنايا زدت لا كونسونطراسيون. حنا كنعرفوا دابخي لو كور اللي حنا شلنا، الا كان عندنا لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف بليز الفي، لا رياكسيون كتكون سريعه، كتكون رابيد، وكتكون دوك لي برودوي كيتكونوا ليا بزاف. دونك هادشي علاش هنا تكون ليا اي 2 اكثر من في ليكسبيريونس 2 اكثر من اي 1. دونك راجع مي راجع لا كونسونطراسيون انيسيال ديال لي رياكتيف، علاش؟ لانه هنا تري الفي. دونك هذا هو لو فاكتور. Donc le facteur cinétique qui explique le résultat dans l'expérience 1 et 2 est les concentrations initiales des deux réactifs I1
اي موان اس 2 او 8 دو موان. دونك هذا هو لو فاكتور اللي كيفسر ليا الاختلاف ديال النتائج اللي عندي انا ما بين ليكسبيريونس 1 و 2. ندوزو دابا بالنسبه ل 3 اي 4. باش لنا 3 اي 4 ها 3 وها 4 اللي عندي. دونك هنايا الفاكتور ديما عندي ميم تمبيراتور ولكن لا كونسونطراسيون هنا حوزت لا كونسونطراسيون. دونك هنا جوج هنا اربعه هنا 10 على بوسونس موان 2 هنا 2 10 على بوسونس موان 2. غير لا تمبيراتور هنا اللي مختلفه بالنسبه لهادي. دونك هنا عندنا ميم تمبيراتور. دونك اللي خلى ان حصلنا هنا 2.2 هنا 8 راجع لماذا؟ ايدي على لا كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف. حتى هي بحالها نفس الطريقه. دونك لو فاكتور سينيتيك كي اكسبليك لو ريزلتا دون ليكسبيريونس 3 اي 4 اي لي كونسونطراسيون انيسيال دو دو رياكتيف. دونك هادشي علاش خلى ان هنا حصلنا على 2.2 هنا 8 لان لي كونسونطراسيون مختلفين. ليفي دونك بالنسبه للفير حنا فايتنا شرحنا قلنا وقت ما تزيد في لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف وقت ما لا رياكسيون كتكون بلو كتكون سريعه كتكون رابيد وبطبيعه الحال كتكون لا فورماسيون ديال كتكون واحد لا كونتيتي اللي كتكون كبيره كيف شرحنا لينا هنا. دونك هنا ليفي دو لا فاكتور يعني ليفي دو كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف. بلو لا لي كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف سون تيلفي بلو لا ترانسفورماسيون اي رابيد يعني لا ترانسفورماسيون كتكون رابيد يعني لا رياكسيون كتكون سريعه بلو لا كونسونطراسيون ديال اي 2 يعني اي 2 كتكون ليا بزاف دونك فورمي اي غروند. دو دو كيل فاكتور سينيتيك كي اكسبليك لو ريزلتا دي زيكسبيريونس 1 اي 3 دون بار 2 اي 4 d'autre part quels sont effets يعني اللي كيفسروا ليا نشوف ليكسبيرونس 1 و 3. اول حاجه لا رياكسيون نعاود ندير ها 1 هي هادي وها 3 هي هادي. اول حاجه اللي شط لي كونسونطراسيون راه بحال بحال ياك ما كاينش مشكل ولكن شنو كنلاحظ كنلاحظ لا تمبيراتور ياك لا تمبيراتور. اذا بالنسبه ل 1 و 3 حصلت على 1 ديال اي 2 هنا حصلنا على 2.2 يعني وقت ما كانت لا طومبيرات كبيره وقت ما كتكون لا كونتيتي ديال اي 2 فورمي كتكون كبيره لا كونسونطراسيون ديال اي 2 كتكون كبيره بزاف يعني ان لا فاكتور اللي كيكون هنا هو 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 لا طومبيراتور. دونك لو فاكتور سينيتيك كي اكسبليك لي ريزيتا دون ليكسبيريونس 1 اي 3 اي لا طومبيراتور. نفس الطريقه بالنسبه ل 2 اي 4. دونك لا شلنا 2 ها هي ولا شلنا 4 هو هذا لاحظت معايا عندهم ميم كونسونطراسيون ولكن لا تمبيراتي هنا 20 وهنا عندي 35. اذا في هذه الحاله شنو السبب اللي خلاه هو الفاكتور اللي غير اللي خلى ان هاد لي ريزلتا كيكونوا مختلفين ما بين 2 اي 4 3.5 هنا عندي 8 هو السبب ديالو هو لا تمبيراتير. وحنا كنعرفوا لا تمبيراتير إذا كانت مرتفعة لا رياكسيون بيان لا ترانسفورماسيون كتكون رابيد وبطبيعة الحال كيتكون ليا النواتج كيتكون ليا بواحد يعني لا كونسونطراسيون كتكون كبيرة. دونك هذا هو ليفي ديالو ليفي دو فاكتور سينيتيك. إذا في هاد الحالة بلو لا تمبيراتور دو ميليو راسيونال يعني ديال لي رياكتيف كتكون إلفي بلو لا كونسونطراسيون دو إيدو فورمي كتكون أوغمونت. لاحظت معايا إلا خدنا مثلا 2 و 8 ها 2 و 8 راه عندهم لا تمبيراتور هادي مرتفعة. دونك هنا تكون عندي لا كونسونطراسيون غتكون هنا كبر بطبيعة الحال غتكون لا ترانسفورماسيون غتكون رابيد. دو 3 دونك كيل اكسبيريونس لا ترانسفورماسيون ايتيل لا بلو رابيد بوركوا. دونك فينا اكسبيريونس واش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 اللي كتكون لا ترانسفورماسيون غتكون الاكثر سرعة. دونك هنايا الاكثر سرعة يعني خاصها تكون لا كونسونطراسيون كبيرة بزاف وخاصها تكون لا تمبيراتي تكون كبيرة بزاف. دونك علاش شلنا هنا اللي كتبان ليا انها غتكون كبيرة هي هادي. دونك لاحظ معايا علاش شلنا هادي هنا عندي لا كونسونطراسيون هادي الكبيرة ولا تمبيراتي الكبيرة هي هادي. دونك ليكسبيريونس هي 4. دونك لا رياكسيون دو لا بلو رابيد دون ليكسبيريونس 4 كار لي كونسونطراسيون دو رياكتيف اي او موان اي لا تمبيراتور سون بلو زيلفي. دونك الكونسونطراسيون كيكونوا كبار و لا تمبيراتور كتكون كبيره. دونك في هاد الحاله غتكون لا ترانسفورماسيون غتكون لا بلو رابيد. اذا هذا هو ليكزارسيس نيميرو 7. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.